انطلق مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم في كل مكان اخر اشواط الحيل في هذا اليوم والزمول، وبذلك يسدى الستار بعد نهايه هذا الشوط مباشره على منافسات هذا اليوم وتداعياته من هنا من ارضيه ميدان الشحانيه لسباقات الهجن العربيه الاصيله. اتمنى التوفيق والنجاح والسداد لكل المشاركين ولكل المنطلقين في هذا اليوم وفي هذا الشوط، مقدمه الشوط ومن تحتل المركز الاول في هذه اللحظات هنا الدوحه لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الاول اللي تليها على المركز الثاني هنا الشحانيه لعنزان بن خاتم النعيمي. ننتقل الى المركز الثالث ومن تتقدم هنا جباره لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بينما المركز الرابع هنا القدوم والتقدم من قبل مياسه لناصر بن حسن بن عامر النعيمي على المركز الرابع، ودور المركز الخامس ومن تتقدم الى المركز الخامس اللي سنتعرف عليها في هذه اللحظات لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري واسمها الظبي، ولكن يشاهد التغيير والتقدم من سعير لفهيد بن محمد بن سلعان المري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الاعزاء للخمسه المراكز المتقدمه الاولى، والدوحه ما زالت على صداره الشوط، وفي المركز الاول عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني تقدم ممتاز، وهذا الشعار في هذا اليوم قدم الكثير من العروض الممتازه، وايضا يشكر عليه عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وايضا الشكر للمضمر حمد بن حويل الشهواني المتابع والمرافق لهذا الشعار. مشاهدينا الاعزاء ننتقل الى المركز الثاني، الشحانيه لعنزان بخاتم النعيمي تتقدم الشحانيه تقدم ممتاز ومنافسه قويه على صداره الشوط ما بين الدوحه وما بين الشحانيه في هذه الاثناء. دور المركز الثالث مياسه وتتقدم مياسه تقدم ممتاز. ناصر بن حسن بن عامر النعيمي على المركز الثالث، وايضا تحلق في هذا المركز في هذه اللحظات المركز الرابع القدوم من جباره لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الرابع، وتليها على المركز الخامس هنا دخول وتسلل من سلهوده لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، التضمير والمتابعه مع ناصر بن سالم المكسور. هذا هو نداءنا يا مشاهدينا الاعزاء للخمسه المراكز المتقدمه الاولى. اذكر الساده المتابعين والمشاركين والمحبين وايضا المترقبين لانطلاقات اشواط اصحاب السمو والشيوخ اشواط الزمول والحيل والزمول في مساء هذا اليوم بان الانطلاقه ستكون باذن الله تعالى في تمام الساعه الثانيه من مساء هذا اليوم والاشواط القويه والمثيره، فكونوا على الموعد. نعود الى الدوحه اللي تسيطر على مقدمه الشوط عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني وتقدمها ممتاز، وتنفرد انفراد كلي مع الشحانية المركزين الأول والثاني، تبتعد ابتعاد كلي عن بقية المشاركين. ما زالت الدوحة على الصدارة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وأيضا حمد بن حويل الشهواني في المتابعة. المركز الثاني هنا الشحانية لعنزان بن خاتم النعيمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مياسة ناصر بن حسن بن عامر النعيمي. نواصل ونتعرف على صاحبة المركز الرابع هنا سلهودة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وأيضا سلهودة أدت عروض ممتازة في السباقات وفي الأعوام الماضية ومن المرشحات لانتزاع هذا الشوط. المركز الخامس جبارة ومحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الاعزاء في هذا الشوط الذي هادئ نسبيا، ويسبق هذا الهدوء يسبق بطبيعه الحال عاصفه الكيلو الاخير وعاصفه الامتار الحساسه. ما زالت الدوحه على الصداره وتلاحقها الشحانيه ملاحقه وملازمه شديده من انطلاقه الشوط، ومنذ ان اعطي هذا الشوط اشاره البدء والانطلاق الثنتين في تنافس قوي على صداره الشوط. الدوحه وشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، ويتابعها من احد
أشهر المضمرين حمد بن حويل الشهواني، من قدم الكثير والكثير في عالم وفي هذه وفي أرضيات الميادين. حمد بن حويل تمنى له التوفيق والإخوان المضمرين المتواجدين معه في هذا الشوط. الشحاني على المركز الثاني، وعن زاب خاتم النعيمي أيضا اسم قوي وكبير وأيضا من المحاربين القدامى، أبو خميس هذا المشارك عن زاب خاتم النعيمي وأيضا من القدماء ومن المعاصرين أيضا لهذه الرياضة العربية الأصيل. راعي مهاجم وغيره من الأسماء هنا مالك الشحاني عن زاب خاتم النعيمي، نتمنى لها الهجوم وأيضا التفوق في هذا الشوط، ونتمنى للكل الفوز والتوفيق. المركز الثالث مياسة، أيضا ناصر بن حسن بن عامر النعيمي من المحاربين القدامى، وهذه بنت مياس كما تشاهدونها على المركز الثالث، واثنين كيلو متر يا راعي بنت مياس. هذه مياسة ناصر بن حسن بن عامر النعيمي، وأيضا هو راعي مياس اللي على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من سلهودة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ومرحبا بمن تصل على المركز الخامس مصيحة اللي بريك بن محمد بن بريك المري، وأتفاجأ حقيقة بوجودها في الشوط. أتمنى لها التوفيق ولكل المشاركين. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، مصيحة تنتقل انتقال ممتاز إلى المركز الرابع، وأيضا يرشحها زميلي حمد بن محمد الزعبي، يصب الترشيح على ظهر مصيحة في هذا اليوم، وأيضا عويضة بن خميس المريخي شكرا على التشجيع وعلى أيضا الدعم المعنوي. نعود مشاهدين الأعزاء، عويضة يرشح بن عامر، عويضة يرشح حسن بن عامر النعيمي راعي مياسة اللي انطلقت مشاهدين الأعزاء وانفردت في هذه اللحظات. مياسة لناصر بن حسن بن عامر النعيمي على الصدارة وفي المركز الأول. يا سلام المركز الأول. المركز الثاني هنا تتقدم الشحانية لعنزان بن خاتم النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث الدوحة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الرابع تتقدم هنا بكرة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين واسمها سلهودة، انضم ناصر بن سالم المكسور. المركز الرابع مصيحة لبريك بن محمد بن بريك المري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. أعود إلى سلهودة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين على صدارة الشوط. تنطلق انطلاق ممتاز وقوي، ولكن مياسة والكيلو الأخير، الكيلو الأخير يا متابعين. مياسة 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 مشاهدين الأعزاء، مياسة وبنت مياس، ترشيح عويضة بن خميس المريخي، ما طاح التراب هذا الترشيح. يا سلام يا سلام يا سلام، وين السلام أبو خميس إن فازت مياسة؟ السلام للشحانية وهالقطر كافة وكاملة بهذا الفوز. الله يا مياسة 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 مياسة، لابس عقال السبق من كوس، ما دام عندي بنت مياس يهبني من مطلعي كوس. الله يا سلام يا بن عامر، وصلك المكسور، وصلك الخيارين. نزاعة نزاعة خطيرة، نزاعة نزوعة نزاعة وبنت مياس، مياسة ونزاعة، مياسة ونزاعة، نزاعة نزاعة تريد انتزاع ناموس الشوط. الله يا المكسور، الله يا سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. يا سلام في شوط الختام، نزاعة نزاعة نزاعة، راح السلام وراح الترشيح، راحت علينا 10-0. تهانينا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وإلى المكسور الخطير، المكسور خطير هذا المضمر ومشاكس ناصر بن سالم المكسور. تهانينا لمالك نزاعة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والتهاني لناصر بن سالم المكسور. تهانينا والناموس على هذا الفوز. لحظات الوصول، المركز الثاني مياسة ناصر بن حسن بن عامر النعيمي. المركز الثالث سلهودة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الرابع سلهودة لغانم بن منصور سيف الخيارين. المركز الخامس وصلت جبارة لمحمد بن زايد المنصوري. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين بعد أن رشحنا وهنينا مالك مياسة ناصر بن حسن بن عامر النعيمي أتانا في الوقت
الغير مناسب للمرشحين وائل النعيمي، وبذلك يغير اتجاه الناموس الى الخياريين. 9:35 68 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن زايد الخياريين مالك نزاعه، وتهاني لناصر بن سالم المكسور. هذه مياسه بنت مياس اللي ما قصرت في هذا الشوط، 9:36 58 جزء من الثانيه، تهانينا لمالك مياسه. ناصر بن حسن بن عامر النعيمي المركز الثالث، وصول من سلهودة وتوقيتها 9:38 76 جزء من الثانية، تهانينا لمالك سلهودة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والتهاني موصولة لناصر بن سالم المكسور. يسدى الستار بعد نتيجة الثلاث المراكز الأولى على منافسات